أما سؤالك ما هو أول يوم من أيام الأسبوع، هل هو يوم السبت أو يوم الجمعة؟ ابن حجر رحمه الله يقول إن الأكثر على أن أول أيام الأسبوع هو يوم السبت. وأيضا هناك قول كما في فتح الباري أن أول الأيام يوم الجمعة شرعا، لأن أيام الأسبوع تسمى جمعة والأسبوع يسمى سبتا. وعلى كل حال فالمسألة فيما يبدو أنها لا مزيد فائدة في معرفتها والعلم عند الله، لكن الأكثر على أنه يوم السبت. لكن لو قيل إنه يوم الجمعة باعتبار أن الجمعة هي أول أيام الأسبوع شرعا، ويمكن الجمع بينهما من أن أول الأسبوع الشرعي هو يوم الجمعة، وأما بالنسبة إلى أول أيام الأسبوع حسا أو قدرا هو يوم السبت.